عندي أنا، فقط أن المشكل هو أنه لماذا يمارسون هذه الأفعال وفي ممارستهم السياسية الدينية يجرمونها ويعتبرونها معاداة للدين وللأخلاق وهادشي حشومة ومنكر، ويتهمون الليبراليين بما بأشياء غريبة. هذا هو المشكل. أما الفعل في حد ذاته بالنسبة لي كحقوقي راه ما عنديش مشكل، غير خصهم يكونوا منسجمين مع أنفسهم وأن ينادوا حتى هما بحالنا بحال الحقوقيين بإلغاء تجريم الجنس الرضائي فقط، يكونوا منسجمين مع أنفسهم بحال القصة ديال أحمد وفاطمة، كيضلوا في الفيديوهات ديالهم وفي الدعاوي ديالهم تيستنكروا هذا الشيء هذا، وفي الآخر تيضبطوا بالوسائل عاوتاني التسجيلية أنهم يفعلون ما ينتقدونه في العالم وفي العمل الدعوي ديالهم. فقط يتيم كشخصية سياسية تنتمي للإسلام السياسي كيتفضحوا أنهم فقط كائنات سياسية بشعة تريد أن تعيش وأن تركب على الدين وأن تضحك على المواطنين، وهم يفعلون ربما ما ظهر فقط يعني فقط غير ذاك الرأس ديال الجبل الجليدي، أما ما خفي كان أعظم.